السلام عليكم الخوت. الماب موضوع كبير، يعني ممكنلكش زعما تقراه مثلا في 5 الفيديوهات او 7 الفيديوهات، ومازال بزاف ديال المعلومات هاربين بزاف ديال المعلومات مازال مشفناهمش. مثلا كيفاش تصيفط واحد المعلومة مثلا اللي هي مثلا فين عرفتي سين و اسيكا وفين تصيفط غير فين في الهاند شيك مثلا باش تحمق شويه الفاير وول ديال الجهاز ديال الضحيه مثلا. هذه من ناحيه كاينين بزاف ديال الحوايج الخوت بنادم خصو يعرفهم. يعني انا كنصح بنادم واخا هو مرحله واحده في حياته يمشي يقرا ان ماب دوكيومونطاسيون، يمشي يدير ان ماب دوت اورغ ويمشي يدخل الدوكيومونطاسيون ويقراها، فهمتيني؟ هي كاينه في اي لغه انجليش اوريجينال، ويمشي يقرا بشويه بشويه عليه، يقرا ويدير لها واحد السيمانه مثلا، يقرا وينوطي المعلومات مثلا. كما مثلا كنصح في النوطاج ديال المعلومات، انا كنصح كاينه في كالينكس كاينه شيري تري ممكن تقيد فيها معلومات على شكل تري، شكل شجره. معلومه مثلا كتزيد معلومه هنا مثلا نود، اوكي نود، هذا النود تزيد لها واحد برانش مثلا بحال هكا، تكتب مثلا في هذا البرانش تزيد لها برانش مثلا هاكين مثلا، تزيد واحد البرانش مثلا ان ماب مثلا سكان رانج مثلا هذا تنوطي، ولا ديسكارد دون ساف، ولا تستخدم اكس مايند كتعجبني في الكمبيوتر، فيعني في ويندوز، في ويندوز زوينه اكس مايند مابين زوين. غير بلاش نعطيكم واحد المثال ديال اكس مايند مثلا نيو، مثلا اكس مايند ساهله، يعني عندي سوبريميوار ديليت بحال هكا، سنترال توبيك مثلا هاكين، هنا غنديرو مثلا ان ماب بحال هكا، درت غير طاب دفعت خرجت لي ان ماب، انت طاب شو كتدفع ساب توبيك مثلا بحال هكا، وندير مثلا سبوفين مثلا ولا افويد اوس ديتكشن، ونصب كارتي اكس مايند زويونه وفابور في الويندوز دونت ساب، انا مبغيتش نصب كارتيها. اوكي هذه بالنسبه لاكس مايند، بالنسبه لاكس مايند وكاين الشيري تري، وكاين واحد الموضوع اخر بغيت نناقشه معاكم اللي هو ربي قدرني على نشر المعلومات. المهم انا جيت نقلب على الزين ماب ما لقيتهاش، لقيتهم حيدوها انفورميشن غادرين نتورك اند بورت سكانين ان ماب، ما لقيتش زين ماب. ولكن شنو هي زين ماب؟ زين ماب هي واحد الجرافيكال انترفاس ديال ان ماب، يعني اللي ما كيبغيش يخدم بالكوموند كدا كتب لي كوموند، هادي زين ماب راه كاينه جرافيكال انترفاس اللي بغي انستاليها، يعني ممكن يدير اب انستال زين ماب كابي اكس سيدو ضروري. هادي جرافيكال انترفاس ديال زين ديال ان ماب، يكاي انستال ماشي مشكل. بغيت نعرف اكثر على زين ماب، هاي كاينه زين ماب جي يو اي ولا جوي جرافيكال يونت انترفاس، فيها بزاف ديال المعلومات. هذه من ناحيه زين ماب مان بيج ولا زين ماب يوزر جايد. المهم بقى لنا واحد البارتي ب فلانطالاسيون ديال زين ماب كابي اكس. هانتوما كتشوف دابا حنا شنو درنا لونسينا زين ماب كابي اكس، ولكن قلنا سيدو اد يوزر، عطانا هاد الكوموند ندير واحد، حنا ماشي في ماشي في الجروب كابوكسر. اوكي زين ماب كابي اكس، اوكي نحيدو من هنا. ممكن نشربو غير الكليب بحال هكا ونشوف واش غادي يخدم. قالك لوك اوت، اوكي حنا درنا لوك اوت ودرنا لوكين عادي
لوك اوت ولوك ان عادي. هو خدمنا الزين مع كابوكسر ولا كابي اكس. هانتوما كتشوفوا الجرافيكال انترفاس ديال الزين ماب. دابا غادي تخرج مثلا التارجت هي 90 160 ضد واحد ضد شنو كنتعداو عليه ديما 101 مثلا، بقا مكعطينا شي نتيجة. المهم كنتعداو عليه. هانتوما كتشوفوا كاع لي زوبسيون كاينين هنا، كويك سكان، بينك سكان مثلا، بينك سكان يلا او عطاك الكوموند شي كوموند تاعك. بغيتي شي بورت هوست ان ماب اوت بوت سيرفيس. المهم غادي نديرو مثلا سكان بحال هكا ونشوفو شنو غادي يعطينا. عطانا المعلومات الكافية والشافية. المهم هذا كان هو زين ماب وان ماب، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر تشوفو حوايج حسن ان شاء الله. والسلام.